اجتمعت بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اللجنة الخاصة متعددة القطاعات من أجل ضمان وتنظيم وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، بحضور إطارات من الوزارة، ممثلي وزارة التجارة وترقية الصادرات، وممثلي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتم خلال هذا الاجتماع الذي جرى أمس الاثنين التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية ذات الجودة والنوعية، بالخصوص اللحوم الحمراء والبيضاء البيض ومنتجات الصيد البحري، وتوفيرها لصالح المواطن بأسعار تكون في متناوله، يضيف ذات المصدر.